خلاص ماشي. طيب ادي يا ست ليلى. ها ادي الجبنه. ايوه وادي فطيرتين. ايوه لسه بصهدوهم اهو. لسه بايه؟ بصهدوهم. يعني ايه بصهدوهم؟ يعني ايه انا هم. يعني كلب ولا ايه؟ يوه يا ست ليلى. أيوة. هو انت لا تعرفي تتكلمي فلاحي ولا مصراوي؟ لا. يوه هو رجلك هيني. يوه هي بتعمل كده ليه يا ابراهيم؟ هو رجلك هيني ولا رجلك هيني؟ لم نفسك. يا بنتي لم نفسك. ما تتلمي يا بنتي. اشرف. ما تحترمي نفسك. اشرف يا ابراهيم. احترمي نفسك يا بنتي. ايه يا بنتي؟ بلاش كلام فارغ. ادب. ايوه كده. اصلي يا ست ليلى جيت وما اعرفش ان رجلك هيني. لو انت عايزين جيبات بقى. عقبالي يا رب. امشي يا بيه. امشي يا بيه. اصلي امشي يا بيه. اني امشي جت خابط. اني جت الف طوب. هبقى اجيلك مره ثانيه يا ست ليلى نقعد نتحدث سوا. يا سلام جت الف طوب ناي. اصل الاحمر منعوه. رجلك هيني. ايه يا اخويا؟ ايه؟ البت دي موصلة كده ليه يا ابراهيم؟ انا اعمل ايه بقى اذا كنت انا جزار؟ ده ايه يا اخويا؟ جزار. كذاب فعلا. لا مش بكاه. بس موصلة كده ليه فهمني؟ انا بقول لك بعدين حضرنا الفطار يا بنت عشان نفطر يا بنت. كده يا ابراهيم؟ ايه؟ طب اتفضل. طيب سيب كل حاجة كده كل حاجة كده. ادي البطلية بتاعتك كده. ايه؟ البطلية دي ايه؟ بطلية. بطلية يا بيه. بطلية يا بيه. انا معلقلك على الشقة. احترم نفسك يا بيه. ايه علقلك يا شيخ؟ ايه تعلق الشقة؟ تعلق ايه عليه؟ ما تحترمي نفسك. مش انا اللي هعلقه، انا هعلقه. ايه اللي هتعلقيه يعني؟ هو بيتعلق الشقة؟ كده. لا ما بيتعلقش. امال ايه؟ وانا كل حاجة وانا غلط. كل ما تكلم حد تقول لي غلط غلط. ايه الغلط ده؟ خلاص خلاص. كلمني معاهم. خلاص خلاص ماشي. التلفزيون ايه؟ ولا في التلفزيون دول فلاحين؟ ايوه فلاحين احسن منك. لا 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 ده كل واحد له قطه قد كده. ايه قطه دي؟ عاملين لي شعر لغايه هنا ايدي. دول ما يعرفوش فلاحين ولا راحوا فلاحين. دول صداع. اعمل ايه؟ ايه؟ علق يا شيخ. اتفضل يا اخويا. يلا. ازاي اهو؟ حلو؟ ايوه. اوعى اوعى صداع. اهو حلو ازاي؟ حلو. مفيش حاجه تانيه نعملها؟ اقعدي. اه حاضر. ابراهيم ايه؟ عايز اقعد زيك. هتقعدي زيك؟ مش عايز اقعد زيك. الله. طيب علمني. رجلك يمين. ايه؟ رجلك يمين. اهو. رجل شمال. اهو. خدي نفس. يخرب بيتك يخرب بيتك. ايه دي؟ ايه؟ تخلص الاكسجين. لا بالراحه. امال ايه؟ رجل يمين. تاني؟ ايه. رجل شمال. اهو. خدي نفس. يا بنتي بالراحه يا بنت. واحده واحده. واحدة واحدة. طبيعي؟ ايه طبيعي. طبيعي؟ ايه. طيب يا ولد. يا سلام يا رايق. عامل زي التفول. ايه التفول؟ بتاعت الرز. بتاعت القرف. ايه خد نفس. ايوه حط غمض عينيك افتح عين. ايوه انزلي بقى انزلي. ايدي 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 يا بنت. غير ايدي. تقعدي بلان. تقعدي بلان يا بيه. طب خلاص. يمين او شمال او خد نفس غمض عين انزل افقي دب 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 على الارض. انت متصعبه؟ يا رب الحمد لله. هتشرب شاي بقى؟ اتفضلي. هي دي بقى الدار بتاعت الست ليلى. ايوه يا ست ليلى. مشوار يعني هنا البيت. ايوه يا ست ليلى. احنا كده عند اخر العزبه الشرقيه. حته يا ست هاني ما في حد فيها الا ولا صريخ ابن يومين. ما اعرفش ايه اللي جاب الست ليلى هنا. اه متشكرين يا حبيبتي. خدي يا بنتي خدي. ايه يا ست هاني ما هتعملي ايه؟ لا يا ست هاني عيب كده لو انا عملت حاجه. لا برضو عيب. عيب يا ست هاني. بديكوا في حاجه تانية؟ لا كتر خيرك. طيب عن اذنكم بقى. سلامه. مشوار يا خالتي. انا عايز اعرف يا ست جمالات انت جايبانا هنا ليه؟ اللي هيجيبنا يعني. يعني عاجبك؟ عاجبك اللي لايلة عاملاه في نفسها وفينا ده يا محمود؟ لازم الراجل اسمه ابراهيم ده عامل لها عمل. والله ما حد معمول له عمل يدوخ معاكم السبع دوخات دي الا انا. معلش انت عارف ليلى بتعزك قد ايه؟ احنا لازم ناخدها بالراحه كده. ما تشوفوا حد. تعالي تعالي خبطي تعالي خبطي خبطي. Thank you.
منديلك وضفاير فستق. ايوه ليه رجعك وده وقته؟ ها؟ اهلا خرب لوياك. اهلا اهلا ازيك يا محمود؟ ازي صاحبك؟ عيني عيني كل ده يطلع منك يا ابراهيم على راي المثل، قال ما تفرحش يا متعوس بكره يجيلك البرد قبل الناموس. مش كده مش كده يا ست جمالات، بالهداوة بالهداوة. انت السامع يا محمود وشايف حبايب هنا كلهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ابراهيم؟ خليك. ازيك يا ابراهيم؟ وحشتني. اللي انت لابسه ده يا ابراهيم؟ ايه؟ بقول لك ايه يا ابراهيم؟ نعم. انت سبت الوزارة يا دي ابراهيم؟ اسيب الوزارة؟ اه. ومين يشكلها؟ سايبها مؤقتا بس. اهلا وسهلا. اللي يشكلوها. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.